في حدث إبداعي يلتقي فيه العلم والمعرفة والإثارة بالتكنولوجيا، وبعد توقف استمر لأربع سنوات عادت لتنطلق من جديد ومن مدينة المكلا بمحافظة حضرموت تنافسات البطولة الوطنية الثانية للريبوت التي تنظمها أكاديمية الموهوبين بسيئون، والتي يخوض مبارياتها التنافسية 80 فريقا يمثلون 23 مؤسسة تعليمية من عدة محافظات يمنية. توجد أربع مجالات للمشاركة في هذه المسابقة، هو مجال السومو ومجال الروبوت جمع الكرات ومجال الروبوت تتبع الخط وأيضا المسابقة الحرة. طبعا هذه التجربة بتساعد على تنمية مهارات الشباب وتنمية أفكارهم وإبداعاتهم في المدارس الحكومية والخاصة. وبالرغم من استحواذ روح التنافس بين الفرق المشاركة على أجواء البطولة، إلا أن المشهد يبدو أكثر روعة وإثارة من خلال استعراض مهارات المتنافسين في تصميم وبرمجة الريبوت الآلي والتحكم الدقيق به لتنفيذ الأوامر الموكلة إليه. برمج الروبوت في اللابتوب على تأدية المهمات التي نوكل بها في الميدان. وبرمجة الروبوت تحتاج إلى أيام من الخبرة والتعلم. طبعا أول مشاركة لنا، نحن من داعم مدينة الهجران، حصلنا على نتائج ترفع الرأس طبعا، معنا أول مشاركة لنا والحمد لله يا رب نفوز في النهائيات نحصل على المركز الأول. وتمثل البطولة الحاملة لروح المستقبل المأمول بيئة مناسبة لاستكشاف القدرات ومهارات التعامل مع تقنيات برمجة الريبوت، وكذا التحضير لتمثيل اليمن في البطولات العربية والدولية القادمة بعد نجاح منتخب بلادنا في حصد 3 جوائز بالبطولة العربية المفتوحة 10 للريبوت التي احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة في مارس الماضي. لا يقتصر الأمر فقط على التنافس والإثارة، فالمقيمون لهذه البطولة الذكية يأملون أن تسهم في إعادة صياغة اهتمامات الطلاب لميادين العلم والمعرفة وسرعة دفع القائمين على المنظومة التربوية والتعليمية في البلاد لتطويرها وسرعة ربطها بعلوم التكنولوجيا. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.